السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غياب طويل عن المحاضرات بمناسبة شهر رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. هنعود مرة أخرى لمحاضراتنا ونشاطنا إن شاء الله. والنهاردة ميعادنا مع دالة جديدة من دوال برنامج إكسل، دالة اتسألنا فيها كتير من الطلبة، وهي دالة حساب الفرق بين تاريخين. بمعنى كتير من الطلبة بيسألوا في الشغل: أنا عندي تاريخ بداية وتاريخ نهاية، وليكن كمثال اللي معانا عايز أحسب مدة الخدمة للعاملين بالشركة. فأنا عندي تاريخ التحاق العامل بالعمل، وعندي تاريخ النهاردة، وعايز في أي لحظة أعرف العامل ده بالظبط مدة خدمته كام سنة وكم شهر وكم يوم. الدالة اللي بتحل لنا المشكلة دي أو بتساعدنا في حل هذا الموضوع دالة جميلة جدا اسمها ديت ديف. دالة دي ديف هي دالة تستخدم لحساب الفرق بين تاريخين باليوم والشهر والسنة، وليها 3 أشكال. الشكل الأول منها بكتبه عشان أحسب عدد الأيام، قصور الأيام، مش عدد الأيام المجمل للتاريخ كله، لأ، قصور الأيام. والدالة الشكل التاني بتاعها لحساب الشهور، ثم الشكل التالت لحساب السنين. طب تعالوا مع بعض بسرعة كده. هنفترض إن أنا معايا جدول بسيط للعاملين، تاريخ الالتحاق لكل عامل، ثم تاريخ اليوم. تعالى تاريخ اليوم نعمله ببساطة جدا بدالة احنا تعودنا عليها وخدناها قبل كده اسمها تو داي. هقول له ايكوال، عرفنا ان اي دالة في اكسل تبدأ بعلامة ايكوال، واقول له تو داي، تو داي يعني النهاردة، وافتح قوس شيفت مع الزيرو واقفله، شيفت مع التسعة وشيفت مع الزيرو يقفل القوس، ادوس انتر، اداني تاريخ النهاردة. بقى انا عندي تاريخ النهاردة وهو تاريخ مجدد، يعني لو جيت بكرة التاريخ ده هيتغير، وابدا اسحب التاريخ على كل العاملين. تمام، عايز احسب بقى مده خدمه هذا العامل باليوم والشهر والسنه. هنقف في اول خانه لحساب اليوم. عشان الداله ما تخشش على الخليه اللي جنبها، بروح للاختيار اللي اسمه راب تيكتس، ودوس كليك عليه انشطه عشان يحصل التفاف للكلام داخل الخليه. بمعنى وانا بكتب الكلام ما يمتدش للخلايا التانيه، فما اعرفش اشاور عليها. بقف هنا واقول له بيساوي، الدالة بتاعتنا اسمها ايه؟ ديت ديف، شيفت مع التسعة عشان افتح القوس. تمام، وانا عايز الدالة بتطلب مني تاريخين، ستارت ديت تاريخ البداية اللي هو تاريخ الالتحاق، فهشاور على تاريخ الالتحاق، ثم فاصلة منقوطة، ثم تاريخ النهاية او تاريخ اليوم اشاور عليه. يبقى انا اديته خلية تمثل تاريخ البداية ثم تاريخ النهاية ثم فاصلة منقوطة ثم شكل الحساب شيفت مع الطه علامة تنصيص أو علامتي تنصيص، وأقول له أنا عايز أحسب ام دي. ام دي أنا عايز أحسب باليوم، وأحطهم بين علامتي تنصيص، وأقفل شيفت مع زيرو قوس، أدوس إنتر، حسب لي المدة باليوم. واحد يقول لي 11 يوم، لا خلي بالك هو بيحسب لك قصور اليوم في المدة كلها. طب لو شهر، نفس الدالة، إيكوال ديت ديف، وأفتح قوس. طبعا شايف دخلت على الخليه ازاي، عشان انا نسيت اعمل ايه، اسكيب، نسيت اعمل راب تيكتس اهو. هقف كده راب تيكتس واقول له ايكوال ديت ديف، وافتح قوس شيفت مع التسعه واشاور على تاريخ البدايه، سهله قوي، فاصله منقوطه، تاريخ النهايه فاصله منقوطه، طريقه الحساب شيفت مع الطه اللي هي علامتي التنصيص، انا عايز الحساب بالشهور، يبقى واي ام، واي ام انا كتبت قبل كده ام دي للحساب باليوم، واي ام للحساب بالشهر، واقفل علامتي التنصيص واقفل القوس، ادوس انتر، يقول لي 5 شهور. برضه هو بيحسب لي كسر الشهور في المده كلها. طيب حساب السنين بقى، انا عايز احسب كام سنه، نفس الكلام، قبل ما اشتغل اشاور على الراب تيكتس عشان ما يخش على الخليه اللي جنبها، واقول له ايكوال ديت ديف، وافتح قوس، مطلوب مني تاريخ البدايه ثم فاصلة منقوطة تاريخ النهاية ثم فاصلة منقوطة. المرة دي طريقة الحساب أنا عايز بالسنين، هحط له حرف الواي بس من علامتي تنصيص وأقفل القوس، دوس إنتر. قال لي طيب بص بقى هنا عمل لي إيه، إديني 3 أرقام يمثل، قال لي إن الراجل ده محمد النني دوت التحق بالعمل من 1/1/2010 حتى اليوم اللي هو تاريخ 12/6/2018 مدة خدمته 8 سنين و5 شهور و11 يوم. طبعا بكل بساطة مش هعيد الكلام، هسحب الكلام على بقية الموظفين، نسخ الدالة، فأقدر أحسب بالظبط بكل بساطة
حساب مدة الخدمة لكل عامل بالسنة والشهر واليوم. تاني نراجع بسرعة، الدالة اسمها ديت ديف، بتطلب مني ايكوال ديت ديف، بدخل لها تاريخ البداية الستارت ديت فاصلة منقوطة، الاند ديت تاريخ النهاية، ثم طريقة الحساب ام دي لليوم، واي ام للشهر، واي للسنة. وبكده اكون شرحت ببساطة جدا دالة لحساب الفرق بين تاريخين باليوم والشهر والسنة. ممكن استخدمها كمان في العمر، يعني لو عملت جدول لتاريخ الميلاد وتاريخ النهاردة واقدر احسب بيها اعمار اي حد انا عايزه، طلاب، عاملين، احسب مدة التحاق بالخدمة، مدة اشتراك في التأمينات، اي حاجة عايز احسبها ممكن استخدم دالة ديف. وشكرا، والى اللقاء مع محاضرة قادمة ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، ومساء شهر رمضان الكريم.